لعيب هذا عار المراقب في خطر. المراقب في خطر من قلة الاعتبار. المراقب في خطر من قلة الاعتبار. يا مقهور يا مراقب يا مقهور. يا مقهور يا مراقب يا مقهور. بن طوفيل منصف مراقب جوي بمطار طنجة ونائب كاتب العام للمكتب المحلي لمراقبي سلامة الملاحة الجوية بمطار طنجة وتطوان. اليوم المراقبين الجويين بمطار طنجة لبوا الدعوة اللي نادى بها المكتب المحلي للمراقبين الجويين واللي تلخصت في وقفة احتجاجية اللي تعتبر محطة نضالية أولية في سبيل تحقيق جميع المطالب والمكتسبات ورفع الحيف والضرر على المراقبين الجويين الذين يعانون في ظل هذه الإدارة من تراكمات عدة وتعسفات لا حصر لها. كان آخرها في ظل تفشي وباء كورونا قررت الإدارة في قرار أحادي الطرف ومنافي وغير قانوني تفعيلا مع قانون الشغل في فصله 245، وقررت الإدارة في قرار أحادي الطرف أنها تفرض على المراقبين الجويين جميع المراقبين الجويين بمطار طنجة عطل إجبارية وصل حدها إلى شهر من الإجازة دون استشارة مع المعنيين بالأمر، دون الاستشارة مع ممثلين النقابيين، وهذا خرق سافر للقانون. ورغم المراسلات العديدة التي توجه بها المكتب النقابي المحلي لمطار طنجة، لا المدير المطار لا الإدارة العامة لا جميع المصالح والمؤسسات المعنية بالأمر لرفع هذا الحيف، وجد المراقب الجوي نفسهم أمام أبواب مغلقة للحوار، وجميع المؤسسات أو المصالح الوصية ما تفاعلتش مع تنديدات المراقبين الجويين، وهذا دفع المراقبين الجويين لاخذ الشكل من اشكال نضاليه اللي كانت تجسد اليوم في وقفه احتجاجيه اللي كانت ناجحه بكل المقاييس، وهذا غير بدايه ستليها محطات نضاليه نوعيه ومختلفه التي ستكون في القريب العاجل الى حين تحقيق المتطلبات المراقبين الجويين رفع الحيف ورفع هذا الضرر اللي لحق بالمراقبين الجويين في مطار طنجة. السلام عليكم، معكم أسامة العابدين مراقب جوي بمطار طنجة. احنا لليوم كنا نظمنا واحد الوقفه احتجاجيه على التعسفات والقرارات الاحاديه اللي كتطبقها اداره مطار طنجه، اللي استنكرناها عده مرات وحاولنا نوجهوا بزاف ديال الرسائل وبزاف ديال بزاف ديال الطلبات باش يدخلوا الاداره العامه ولا المسؤولين هنا عندنايا في المطار، الى ان الاداره كتزيد تمارس هاد التعسفات هادو اللي كنا كنعانيوهم من شحال هادي من 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 غلق باب الحوار، اننا لا تشركوا النقابه في 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 في, في القرارات ديالها وقرارات احاديه، وفي هاد الظرفيه اللي كنعيشوها حنا ديال كورونا اللي هي صعيبه بزاف، الاداره عاده باش ما زادت في هاد القرارات التعسفيه ديالها انطلاقا من واحد اجبار المراقبين على او لا اعطاء المراقبين عطل اجباريه، بحيث انه بعض المرات كنا كنلتحقوا بالعمل حتى كتلقى راسك محال على عطله اجباريه كيوصل المده ديالها الى شهر، وزيد على ذلك واحد النقاط ديال التنقيط ديال التنقيط السنوي اللي كانت نقطوه حنايا، هذه المره هذه كان واحد التنقيط كارثي، بحيث على انه كيبقى استثنائي في تاريخ جميع المراقبين الجويين هنايا، بحيث على انهم ديما كانوا كيعبروا على روح المسؤوليه ديالهم وكيعبروا على الكفاءه ديالهم، ومؤخرا هذا التنقيط اللي يلاه خرج هذه دابا السيمانه هذه كان تنقيط كارثي واستثنائي كتبرز فيه الإدارة النية السيئة ديالها تجاه المراقب الجوي، وكذلك سوء تسيير ديال الملاحة الجوية هنا عندنا في المطار، بحيث لأنه كاين واحد العشوائية كبيرة ويعتمدون فقط على تضحية المراقب الجوي، تضحية ديالو سواء بالوقت ديالو ولا كيعتمدوا عليه
في الـ في, الـ في انه يقدم بزاف ديال التضحيات عوض على اننا الامور تمشي في 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 في, 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 في السير العادي ديالها، اللي هو كيجي واحد التنظيم ومن موراه حنا كنطبقوا هذاك التنظيم اللي دار، باش منين غنوليو حنا في العشوائيه ومباشره هادشي كينعكس على المردوديه ديالنا حنايا وعيب العمل اللي عندنا حنايا. هادشي كامل كنحاول نلخصو لك هنايا، ولكن الا جيت بقيت نهضر لك على جميع المشاكل راه خصنا ندير واحد البركه ديال واحد ساعتين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.